بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في دور التصميم الاضاءه مع المحاضره السابعه. معاكم مهندس اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مصابيح الميتال هالايد. الميتال هالايد لامب، هنبدا نشوف الميتال هالايد لامب. الميتال هالايد لامب يا شباب، ايه هي استخدامات مصابيح الميتال هالايد؟ حاجه مهمه جدا الميتال هالايد، في ناس كتيره جدا ما بتتعاملش معاها. الناس اللي اشتغلت في مشاريع اماره شوارع لازم يبقى عارف مصابيح الميتال هالايد. يبقى الميتال هالايد يستخدم في اماره شوارع، يبقى اماره الشوارع بستخدم فيها ميتال هالايد. طب في الملاعب بستخدم ميتال هالايد، في الساحات العامه بستخدم ميتال هالايد، في اماره المطارات بستخدم الميتال هالايد، في المعارض وبعض المحلات بستخدم الميتال هالايد. لو عندي اسقف مرتفعه يا شباب بستخدم كشافات او مصابيح الميتال هالايد. طبعا كشافات ومصابيح الميتال هالايد بتتوفر بقدرات بالوات مختلفه، منها 20 واط و35 واط و70 و150 و250 و400 و1000 و2000 واط وقيم تانية كتير حسب الشركات المصنعه. طب ايه هي انواع اللمبات الميتال هالايد؟ في منها اللمبات الصغيره الانبوبيه او الانبوبيه الصغيره اللي هو النوع الاول، في الانبوبيه ذات نهايتين، ادي النهايه الاولى والنهايه الثانيه، في المصابيح ذات الرفلكتور او العاكس بالشكل ده، في المصابيح الانبوبيه بقابس اديسون بتاخد الفراغ او الغلاف ده، تمام، دي مصابيح ميتال هالايد، في مصابيح ذات القطع الناقص او الاليبس اللي هي بتاخد الشكل ده، دي مصابيح ميتال هالايد. الميتال هالايد يا شباب في تقنيتين للتصنيع، في التقنيه الاولى الرخيصه شويه اللي هي بستخدم فيها الكوارتز، وفي التقنيه الثانيه اللي بستخدم فيها السيراميك. طبعا السيراميك لها خصائص اعلى وبالتالي هتبقى اغلى من المصابيح الميتال هالايد اللي متصنعه بالكوارتز، وكمان بتديني تمييز اعلى للالوان اللي هي التقنيه المستخدم فيها السيراميك في تصنيع مصابيح الميتال هالايد. ازاي بنقرا كود المصباح الميتال هالايد يا شباب؟ في عندي مثلا ال HITTCCE. تعال نبدا نشوف اول حرف ال H، ده طبعا يستخدم لمصابيح التفريغ عالية الضغط اللي هي الهاي بريشر. الحرف الثاني اللي هو الاي هنا بيبقى يا اما اي يا اما اس يا اما ام، اي او اس او ام. الاي معناها ميتال هالايد، الاس صوديوم، الام بيبقى ميركوري. طيب الحرف الثالث بيبقى تي او اي او ار، تي تابولر، تمام، اللي هي المصابيح الانبوبيه، والاي اللي هي الاليبس، والار اللي هي المصابيح ذو العاكس او الريفليكتور. ده بيبقى الجزء الاول من الداتا المكتوبه على المصباح. الجزء الثاني بيبقى حاله من الاثنين، يا اما تي سي يا اما دي اي. تي سي اللي هي المصابيح الصغيره، ودي اي اللي هي الدبل اندد، المصابيح ذات النهايتين. بعد كده في عندي الجزء الخاص بالسي اي. سي اي معناها مصابيح بتقنيه السيراميك، او ما بيبقاش مكتوب جزء السي اي، بيبقى اتش اي تي تي سي بس وما بيبقاش مكتوب سي اي. سي اي معناها سيراميك. ايه هي اهم مزايا او محاسن المصابيح الميتال هالايد؟ الكفاءه عاليه بتصل الى 90 ليومن لكل وات، عمرها الافتراضي طويل 12 ألف ساعة، قدرة تمييز الألوان بتصل إلى 90% في تقنيات السيراميك، تعتبر من المنابع النقطية اللي هي البوينت سورس، وتمتاز بإظهار البريق اللي أنا بستخدمه في إظهار بعض المعادن أو المجوهرات، ممتازة في الإنارة المركزة لأن الحزمة الضوئية بتاعتها بتبقى محكمة، مناسبة للارتفاعات العالية جدا، تمام، حيث يتوفر منها مصابيح بقدرات عالية في حجم صغير، تمام، مقارنة بمصابيح حجمها صغير مقارنة بمصابيح الفلوريسنت وغيره.
العيوب بتاعتها بتحتاج الى وقت طويل للاشتعال او لاعاده التشغيل، دي حته مهمه جدا. لو انت اشتغلت على مصابيح ميتال هالايد تلاقيها بتاخد وقت عشان تبدا تشتغل، تمام؟ طبعا في مصابيح بتبقى بتشتغل بسرعه بس بتبقى مرتفعه الثمن. المصابيح الميتال هالايد لا نستخدم فيها خاصيه الاعتام او الخفت او الديمنج سعرها بيبقى مرتفع شويه. وبالتالي احنا اتكلمنا النهارده عن مصابيح الميتال هالايد واستخداماتها في اناره الشوارع والملاعب والساحات العامه والمطارات والاماكن ذات الاسقف العاليه. شفنا الانواع المختلفه منها، شفنا ازاي بنقرا الكود المكتوب على مصباح الميتال هالايد، وتعرفنا على اهم مزايا مصابيح الميتال هالايد وايه هي عيوبها. وكانت من عيوب مصابيح الميتال هالايد انها بتاخد وقت طويل شويه في عمليات التشغيل او الاشتعال واعاده التشغيل، الا الغالي الثمن منها وبيشتغل بسرعه ما بقدرش اعمل فيها خاصيه ديمنج سعرها مرتفع. وبكده نكون خلصنا المحاضرة السابعة الخاصة بالميتال هالايد، ونشوفكم في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.